بعض الأمهات بيعانوا من مشكلة عدم تركيز طفلهم أثناء الدراسة، وبعضهم على الرغم من إنه موفرين لطفلهم أدوات وأنشطة مناسبة، طفلهم ما بيكمل النشاط للآخر، أو بوخد وقت طويل لإنهاء نشاط أو واجب مدرسي أو مهمة معينة. وأنا بهذا الفيديو رح أعطيك مجموعة نصائح لتساعدك في حل هالمشكلة. النصيحة الأولى هي اجعلي من مكان الدراسة أو مكان الأنشطة أو المهام مكان هادئ بعيد عن المشتتات السمعية أو البصرية. المشتتات السمعية أو البصرية كالتلفاز أو الغرف اللي بتعج بالفوضى أو الألعاب والغرف المليئة بالأشخاص والأقارب هي سبب من أسباب عدم تركيز الطفل وتشتته. لهيك عليك يا عزيزتي الأم توفير جو هادئ للطفل لحتى ينهي مهامه بدون إزعاج ولا تشتت. النصيحة الثانية وهي تبسيط المهام الكبيرة إلى مهمات أصغر وأبسط. قد ينظر الطفل إلى مهامه أو واجباته على إنها حمل ثقيل وصعب جدا، لهذا عليك يا عزيزتي الأم تبسيط المهام إلى مهمات صغيرة يسهل على الطفل عملها أثناء وقت قليل. النصيحة الثالثة ضعي فترة راحة أو نشاط حركي بين كل مهمة ذهنية والأخرى. قد يحتاج طفلك إلى فترة راحة حتى لا يشعر بالضجر، وخاصة إذا كانت نوعية دراسته أو أنشطته بتحتاج لمجهود عقلي كبير. اجعلي فترة الراحة عبارة عن نشاط حركي أو وقت لتناول سناك خفيف ومشروبات صحية. النصيحة الرابعة ابعدي طفلك عن الألعاب الإلكترونية وشاشات الأجهزة الحديثة. إدمان الألعاب الإلكترونية وفيديوهات اليوتيوب بيخلي عقل الطفل مشغول فقط بالوقت اللي رح يقضيه باللعب على هاي الأجهزة، فحتى لو كانت يداه مشغولة بالنشاط بيكون تأخيره في أداء هذا النشاط سببه انشغال عقل الطفل وتفكيره الزائد بالألعاب الإلكترونية. وواجبنا إحنا الأمهات هي إبعاد أطفالنا قدر المستطاع عن الشاشات حتى لو ما كانت مشكلة طفلنا هي عدم التركيز، لأنه إدمان الشاشات مشكلة كبيرة وبتأثر في صحة الطفل العقلية والجسدية. النصيحة الخامسة وهي رافق طفلك واجعليه يقضي وقت أطول في الحدائق والمتنزهات في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس ليشبع حاجته الفطرية في اللعب والاستكشاف، ويعود للمنزل صافي الذهن لا مانع عنده في القليل من الأنشطة الذهنية والمهام المتنوعة. النصيحة السادسة وهي تجنبي تقديم السكريات والحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية لطفلك، فهذا النوع من المأكولات يسبب دائما مشاكل صحية جسدية وعقلية للطفل. النصيحة السادسة نظمي نوم طفلك وابعديه عن السهر وحثيه على الاستيقاظ باكرا، فالعقل السليم في الجسم السليم. نهاية الفيديو، بتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.